باش يسرعوا الجرائم ديالهم تيدخلوا للرياضه. احنا عندنا واحد الشاب كروي تجيب المال، يا المال العام يا المال الحشيش يا المال الفساد، المال ديال الفساد تدخلوا للرياضه لصلاح فرقه، تترقع فرقه ماشي لصلاح، تترقع فرقه. الشعب المغربي تيسمعك، علاش؟ حيت بغا يتفرج في الرياضه، حيت عارفين الشعب المغربي شعب مسامح وشعب حنون. هذا هو المشكل اللي عندنا في وسط الشعب ديالنا، شعب واعي ولكن حنون. خاص كاع هذوك البرلمانيين اللي عندنا، انا من هذا المنبر تنطلب سيدنا يدير حصار، حصار حتى واحد ما يخرج لا كونجيات ولا والو، تيحققوا مع كل شيء، راه غادي يلقاو شي حوايج، راه الله اللي مطالع بهم. حيت هو هذا السيد هذا الله ينصرو ويطول لي عمره، صلح البلاد، ولينا عندنا بلاد مصلحه 80%، وغادي ان شاء الله في التطور في كل شيء، ما يجيش فين نوصل كاس العالم ولا كاس افريقيا، غادي نطور البلاد عندنا. خاصو من دابا يبدا يتحاسب، اللي عنده شي حاجه واكلها واكلها للبلاد ولا واكلها للشعب يحيدها ليه، ترجع للصندوق ديال الدوله، حيت الشعب راه تقهر، الشعب تقهر مزيان. هاد السياسيين اللي عندنا مفسدين، الاغلبيه الساحقه مفسدين، وخاصهم خاص شي حكم زيزري لهاد الناس هادو، باش اللي باغي يخون شي حاجه ما يديرش كره القدم علاقه، باش يسرع على راسو يمشي كره القدم، باش يبقى الناس تنبح فيه خصنا نتحيد من البلد، حيت هادي بلاد ديمقراطيه. عارفين حنا النزاهه ديال المغرب، حيت حنا الناس كبار عارفين النزاهه ديال القانون المغربي وديال الحكومه المغربيه. خاص اي رئيس ديال الكره داخل الجماعه خصهم يتحاسبوا معاه، حيت فراقي تيدخلوا الفلوس. نجملت الرجاء، انا كرجاوي نجملت المسؤولين ديال الرجاء، انا حنا رجاوي المسؤولين ديال الرجاء يبداو هما الاولين، عادي تمو هابطين يبداو الرجاء والوداد وجوج فرق اللي غادي يخدموا يتفكوا من هذه الفضيحه هذه. مره بفرقه ديال الرباط معروفين، ثلاثه فراقي ولا جوج كاينين في الرباط، الشيء الاخر خاصهم يتحاسبوا معاهم حساب. علاش تيديروا بالله سياسه باش يدخلوا الكره؟ الصراحه انا كنقول ما بني على باطل ياتي بباطل، يعني بكل بساطه هو طالع برشاوي وطالع بهذا، شنو بغيتي منه يكون؟ راه غايدير حتى هو، خصو يرجع داك الفلوس اللي طلع بهم. هو المشكله في السيستم بكل بساطه، المشكله عندنا في السيستم ماشي في الاشخاص. منين يتبدل السيستم غادي يتبدل، ضروري غيكون عندنا وضع اخر. هذا لان الناس الاخرين راه ما كيحافظوا على داك الشيء اللي اكتسبوه في النظام الجديد اللي عندهم. حنا راه ما واخدين والو لا في النظام القديم لا في الجديد، راه غا تابعين كيف كنقولوا جلاله بالنافخ، وخلقوا لنا هذا النوع ديال نسميهم الطحالب اللي كيطلعوا في الماء العاكر. طبعا هو هذا، ولا عطينا هذا اللي تشد كبرلماني، هذا اللي تشد كنائب كرئيس ديال الفرقه ك الى اخره. البرلماليين الشعب غادي فيها والبرلمان غادي فيها، واللي دار شي زبله كيزلق فيها، يعني الشعب راه غادي مسكين مقهور على عمره، يعني ولا بنادم من الغلا هادي حنا كنا تزيدنا درهم او 10 دريال وكنديروا عليها في المثل في السبعينات وداك الشيء، وكان دابا راه صافي بالحره بنادم غادي تالف. صراحه غادي تالف، نقول لك صراحه غادي بنادم غادي منونخ، يتخباو في الفراقي باش يدير زبله يزلق فيها جمل. منهم هذوك اللي الاخر كلهم اللي دار شي حاجه، وما تكلم المغرب عنده البرنامج اللي خدام مزيان، ترى البيروات كنديروهم ديال الذهب هنا في المغرب، يكونوا مصنوعين من الذهب. اسمع مني، يعني بنادم غادي في جهه والبرنامج غادي في جهه، يقول لك صوت عليا، اللي عطى شي درهم شده في الانتخابات هذاك العنقره ديالو باع بدرهم، ماشي مشكل، ولكن اللي كيصوت وما كيشد والو خصهم يشوفوا معاه.